أعزائي المشاهدين، يا هلا ويا مرحبا فيكم، صبحكم الله بالخير، وصباحكم عربي مفعم بالثقافة والأدب. وأيضا لا يفوتني أن أصبح على الزملاء اللي معي بالاستديو خلف الكاميرات وخلف الكنترول، وأيضا زميلي عيد. صباحك الله بالخير. صباح النور محمد، صباح النشاط للجميع لمشاهدين الكرام في برامجكم، برنامج صباح العربي، صباح الثقافة، صباح المعرفة، صباح التاريخ. راح نكون معاكم إن شاء الله في هذه المجلة الثقافية، نقلب فيها صفحات المعرفية والثقافية والأدبية وأيضا الأخبار الخاصة من خلال اللقاءات الحصرية في هذا البرنامج. أكيد طبعا. وأيضا مشاهدينا الكرام، في مجتمعنا من المبدعين والناجحين والساعين للتميز كثر ولا ريب. أيضا محمد، قليل هو وجود الفئة الفارغة لكن ربما تتمادى، والتي تجعل الهم والشغل هو اللامبالاة في رحلة الحياة. لصوص الأحلام كثيرون، والشخص الذي يسقط في الحياة هو من يفقد الرؤية المستقبلية ويضخم حجم المشكلة. يقول هنري فورد مؤسس شركة فورد: العوائق هي الأشياء المخيفة التي تراها عندما تصرف نظرك عن الهدف. وأهم شيء مشاهدينا الكرام، تعلم كيف تقسم مجهودك إلى خطوات منفصلة لكي تكون سيد مصيرك على الأرض. لأن دائما الحقل يجب أن يحرث ويزرع قبل أن تأخذ من المحصول، كذلك هي الحياة. نعم، صباحكم نجاح وتحقيق الأهداف، وصباحكم رقي وتفاني، ومئة عام على رحيل الشيخ مبارك الصباح مبارك الكبير مؤسس دولة الكويت الحديثة، وتحل الذكرى المئوية تحت رعاية معالي وزير الإعلام الشيخ سلمان محمود الصباح، حيث بدأ حفل الاحتفال في مسرح المكتبة الوطنية في الساعة 10 من صباح يوم الأحد في دار سعاد الصباح للنشر والتوزيع بالتعاون مع مكتبة الكويت الوطنية. نتابع هذا التقرير. الحضور الكريم، إنما يدعونا للاعتزاز والفخر بمسيرة حكام الكويت الكرام التي اختطت دربه واستلهمت عطاءاته وخصله الكريمة متفانية في الإخلاص لكويتنا الغالية وشعبها الوفي بموروث من العطاءات الزاخرة والثرية من قائد رفع قدر الكويت ورسخ روح الوحدة الوطنية وأضاء لنا مشاعر النور والتحضر والتمدن، وهي عطاءات يجب أن تكون حاضرة دائمة في فكر الأجيال الشابة المتعاقبة عملا وقولا من أجل كويت الحاضر وكويت المستقبل. ولا يفوتني هنا أن أشيد بالجهود الطيبة المبذولة لإحياء هذه الذكرى العطرة بالتعاون البناء بين مكتبة الكويت الوطنية ودار سعاد الصباح للنشر والتوزيع، والذي أدى إلى تنظيم وإقامة هذا الملتقى الوطني، وتقديرنا موصول للأخ الباحث الأستاذ عيسى اللوقاني على مشاركته في عرض نسخ من الوثائق التاريخية الصادرة في فترة حكم الشيخ مبارك الصباح ما بين عام 1896 إلى عام 1915 ميلادي. السيدات والسادة، الحفل الكريم لنجعل من هذه الذكرى مناسبة لتعزيز قيم الولاء والانتماء والمواطنة والوفاء بالعمل والإصرار وبالعزيمة على خدمة ورفعة كويتنا العزيزة، كويت الخير والإنسانية والسلام، تحت راية
سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح قائد العمل الإنساني، وسمو ولي عهده الأمين الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح حفظهم الله ورعاهم. وفي ختام كلمتي أشكر الجميع على جهودهم التنظيمية لهذا الحفل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. السيدات والسادة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. للدول رجال يسجل التاريخ أسماءهم في صفحات الإنجاز والخلود، والكويت هذا البلد الصغير الجميل الذي كان ثمرة عمل رجال بذلوا الغالي والنفيس في سبيل تقدم دولهم وازدهارها، وكان في تاريخهم ما يستحق أن نقف عنده. ولم يعد كافيا أن نكمل المسيرة فقط، بل وأيضا أن نطالع ما فات لتوثيقه ولقراءته وللاستفادة منه. فمن لا يقرأ تاريخه سيعيش حياة أمية لا روح فيها ولا مستقبل لها. وفي مثل هذه الأيام تحل الذكرى المئوية لرحيل مؤسس الكويت الحديثة الشيخ مبارك الصباح طيب الله ثراه، عندما كان وطنه في مهب العواصف العالمية، فخرج من كل الأعاصير سالما ليضع الكويت على بر الأمان وعلى طريق الخير والنماء. يا اهلا ومرحبا فيكم في برنامجكم برنامج صباح العربي في اولى مساحاتنا الحواريه في هذا البرنامج، وراح تكون تاريخيه بامتياز. نرحب بضيفنا الكريم الاستاذ الدكتور احمد سعيد، استاذ في التاريخ القديم بكليه الاداب بجامعه الكويت. يا اهلا ومرحبا فيك دكتور، منورنا. اهلا بكم وصباح العربي وصباح كل عربي على وطننا الغالي، وصباح اهل الكويت كله. الله يعطيك الصحة والعافية دكتور. اليوم مثل ما قلت اليوم حل هذا الحوار هو تاريخي، موضوعنا إن شاء الله راح يكون توت عنخ آمون ونفرتيتي، ولكن بنبين للمشاهدين تمهيد أو شيء، شنو القصة الخاصة بنفرتيتي وتوت عنخ آمون؟ خلينا نقول الأول إني توت عنخ آمون هذا الفرعون الأشهر بيعود إلى حوالي 1300 قبل ميلاد السيد المسيح عليه السلام، وهو ابن للملك أيضا معروف ومشهور في الحضارة المصرية القديمة المدعو إخناتون، الذي دعا إلى توحيد آلهة مصر الوضعية في إله واحد هو كرسي الشمس. وإخناتون هذا زوجته أيضا الملكة الجميلة نفرتيتي، والتي يعني اسمها باللغة المصرية القديمة الجميلة أتت. الجميلة أتت. يعني هي جميلة، ويعني أيضا اسمها باللغة المصرية القديمة الجميلة أتت، وهي زوجة إخناتون وساندته في ثورته الدينية وتوحيده. لكن الحقيقة نفرتيتي أنجبت لإخناتون 6 بنات ولم تنجب له ذكرا، وتزوج إخناتون من زوجة أخرى على أرجح الآراء تدعى كيا، وأنجب منها
توت عنخ آمون. وكان هذه أو تلك النظرية يعني يعارضها البعض كثيرا، إلى أن تم في الآونة الأخيرة ما نسميه بالهاي تكنولوجي بقى الدي إن إيه على موميا توت عنخ آمون، وأثبت أنه ابنا لإخناتون، لا يعني جدال في هذا، ولكنه ليس ابن نفرتيتي. نعم. فهذا هو توت عنخ آمون، ويعني سوف أنهي أنه في التاريخ المصري القديم ملك إذا جاز التعبير نكرة، يعني ليس هو تحتمس الثالث، ليس هو رمسيس الثاني الملوك العظام، وحكم عنده 8 سنوات ومات عنده حوالي 18 سنة. طيب. طيب دكتور، سبب الغموض الذي يكتنف الآن مغبرة توت عنخ آمون؟ الحقيقة توت عنخ آمون طول عمره وهو في أحداث وغموض، سواء في حياته وكثيرا كيف مات توت عنخ آمون والمؤرخين في أساطير مات مسموما، مات أكله فرس نهر، مات وقع من على العربة الحربية، يعني أقوال كثيرة جدا تحيط حوالي. والسبب الحقيقة أن توت عنخ آمون هو الملك الوحيد الذي تم الكشف عن مقبرته كاملة بكل كنزها، بكل كنوزها الذهبية والخشبية وغير الخشبية، وكنوز ذهب كثيرة، لأن المصري كان يعتقد بأنه يجب أن يكون معه أثاث جنائزي مثل الذي كان معه في الدنيا ليأتي به أو يأخذه إلى العالم الآخر كي يحيا حياته الأبدية كما كان يحياها في عالم الأحياء. وبالتالي كانت تجهز مقبرة المصري، أو على الأقل بقى ما نتكلم عن الملك، تجهز مقبرة بأفخم الأشياء وأثمن المعادن تستخدم في هذه المقبرة. الحقيقة أول غموض لمقبرة توت عنخ آمون في البداية أنه بعد الحرب العالمية الأولى توقف، أو أثناء الحرب العالمية الأولى 45 توقفت الحرب العالمية الأولى توقفت الحفائر في مصر، ثم أعيدت مرة أخرى في وادي الملوك في البر الغربي بالأقصر بقيادة المدعو كارتر، وهوارد كارتر، وكان يمونها أحد الأغنياء والأثرياء يدعى كارنافون، وقعد 5 سنين يحفر في وادي الملوك حتى يأس. بعت لممول قال له خلاص يعني أنا مش لاقي حاجة يعني، وبالصدفة البحتة يجد درج سلم، بداية سلم يصل به إلى مقبرة توت عنخ آمون، هذه المقبرة الكبيرة، ويبعت لكارنافون يقول له خلاص، ويبتدي تكتشف هذه المقبرة التي امتلأت بكنوز كثيرة. نعم. الكلام ده كان سنة 1922. نعم دكتور، كلامك على متم يعني في إعلان قبل شيء طلع بالشاشة خاص، طبعا إذا ممكن مخرجنا باسترجع الإعلان إذا في مجال، يمكن هذه يمكن لقطات الآن حالية نشوفها على الهواء مباشرة الخاصة بمثل هذه المواضيع المهمة. هذا الإعلان طبعا، وراح يكون طبعا هناك ندوة أيضا دكتور، ندوة لأنه هو حدث نفس الموضوع الساعة دلوقتي. نفرتيتي وتوت عنخ آمون ومقبرتي هو حدث الساعة، وبالتالي السفارة المصرية والمستشار الثقافي دكتور نبيل بهجت مشكورا، ومعالي السفير ياسر عاطف يعني فضلوا ان احنا نعمل محاضره عن هذا الاحداث. نعم. هذه صورة ده التابوت بتاع توت عنخ آمون، وتوت عنخ آمون هي الموميا الوحيده التي بقيت في مقبرتها، كل مومياوات الملوك رمسيس ومرنبتاه وغيره نقلت الى المتحف المصري. هذا هو الجدار المشهور اللي على اليمين، الجدار اللي في الوش ده، هو ده اللي بيعتقد او بيعتقد انه خلفه غرف سرية. وهذه هي النظرية الحقيقة اللي ظهرت في الآونة الأخيرة. شنو موضوع الغرف السرية؟ الحقيقة هو ابتدت من أحد علماء الآثار يتخيل أنه خلف جدران مقبرة توت عنخ آمون في غرف سرية وفي غرف أخرى، وهذا جائز، يعني جائز لأنه هو بيقول أنه بالأجهزة، واللي لسه السبت اللي فات مباشرة اليابانيين بدأوا يعملوا بالأرترسونيك وبالأجهزة، بأنه فعلا قالوا يمكن زي ما قال الوزير المصري يعني وزير الآثار أنه إحنا كنا بنشك أن 60% دلوقتي 90% بأن هناك غرف
خلف هذا الجدران بتاع توت عنخ آمون. ولسه قال بعد 3 أشهر يعني نشوف إذا كان الغرف دي شكلها إيه. إنما الحقيقة المشكلة تكمن في إن نفرتيتي، أولا هي ليست أم توت عنخ آمون، نفرتيتي هناك بعض الآراء إن إحدى المومياوات التي وجدت في مقبرة بنطلق عليها المقبرة 55 في وادي الملوك ربما تكون للملكة نفرتيتي، ربما لا تكون. نفرتيتي ذهبت مع إخناتون إلى مكان آخر غير الأقصر، غير وادي مكان وادي الملوك، بنسميه الآن تل العمرنة في محافظة المنيا شمال الأقصر، ربما لم تأتي أصلا من العمرنة، وهي ليست أم توت عنخ آمون، هي ملكة شهيرة. إنما لو افترضنا جدلا أن ربما هناك يعني غرف خلف جدران مقبرة توت عنخ آمون، فلماذا نفرتيتي؟ أعتقد أن ده عليها هذا الكلام الآن يعني ده عليها علامة استفهام، ويعني أن احنا يعني نقول أن هناك غرف، وهذه الغرف قد يعني تحدث كشفا أثريا جديدا يضيف إلى الحضارة المصرية، يكون له بعد ثقافي وسياحي على مصر. إنما يعني أنا الحقيقة عندي تحفظ إن احنا نؤكد أنها لنفرتيتي أو يعني غرفة دفن سنجد فيها أشياء. متى يتم التأكيد دكتور على مثل هذا الكلام؟ هو الحقيقة هو اللي فهمت من كلامك الآن هناك الآن جدل في هذا الموضوع حاليا في مصر يعني، وأيضا في موضوع الآثار بشكل عام بس في مصر إيه؟ انت عارف من بعد الاكتشاف مقبرة توت عنخ آمون 1922 وهذا الفرعون وتلك المقبرة واخد اهتمام العالم كله يعني بكل علمائي وبمثقفيني ومن نسميه الإيجيبتومانيا، ولدرجة ان من ضمن الحاجات التي ارتبطت، وعايز ارجع لما قلتك في الاول الأساطير والأسطورة والخرافات، خلينا اقول فكرة لعنة الفراعنة وان 5-6 عمال من اللي اشتغلوا في مقبرة توت عنخ آمون ماتوا، وان كارنافون الممول مات مجنون، ويعني أشياء وإيه. وبعدين من ابتدع هذه الخرافة كسب من ورائها ملايين الدولارات بالكتب وبالأفلام، وأيضا لا توجد ولا يوجد شيء اسمه لعنة الفراعنة. بدليل إيه بقى؟ إن كارتر نفسه عاش 16 سنة بعد ما اكتشف توت عنخ آمون، يعني مقبرة توت عنخ آمون، فده برضو من ضمن الحاجات اللي ارتبطت بالمقبرة. أما إن احنا نؤكد أو لا نؤكد، هو قال إن بعد 3 أشهر يتم يعني دراسات أخرى ويعني جس آخر للجدران ونحاول أن نتأكد. إنما الحقيقة برضو ومن هذا المنبر يعني أنا بتحدث وصباح العربي، إنه الجدار المنقوش والتي تقام عليه، يمكن لو أستاذنا المخرج كاب اللقطة مرة أخرى عليه، هذا هو جدار غرفة صغيرة في وسط المقبرة كلها عليها نقوش، وعليها جدار مهم جدا، الملك الذي أتى بعد توت عنخ آمون يدعى آي، يقوم بطقوس معينة نعرفها في الحضارة المصرية القديمة، بأنه فتح فم يعني تحدث بالصدق مثلا واستنشق كل شيء، يعني طقوس معينة، ورسمت هذه المناظر على هذا الجدران. لو افترضنا جدلا ان هناك غرفه كيف هذه موجوده على الصور يعني لبى طلب المخرج يعني مش عارف الحقيقه يعني انا مش عارف هيخشوا لها ازاي، اعتقد ان من وراء صعب، استحاله يكون هناك تفكير بان احنا نفك الجدران دي ونركبها تاني يعني عشان نشوف ايه اللي وراها او نسكب فيها. فالحقيقه يعني دعونا ننتظر يعني ماذا سيكون. انما الحقيقه انا يعني قد أكون مخطئ، إنما أنا أشك في أنه حتى لو وجدنا شيء يكون له علاقة بنفرتيتي، لكننا دعونا نقول أنه كل شيء جديد في الاكتشاف يضيف للحضارة المصرية القديمة، كل شيء جديد في أي اكتشاف يضيف إلى البعد الثقافي والسياحي للآثار المصرية. نعم.
دكتور، بما أننا عرجنا طبعا على موضوع نفرتيتي وتوت عنخ آمون، وأنت أيضا أستاذ في الآثار ومحب لهذا الموضوع، هناك يعني نوافذ على تاريخ آثار الكويت، إيش رأيك نتكلم عن هذا الموضوع؟ الحقيقة ده سؤال أنا سعيد به جدا جدا جدا، لأني حتى من قبل أن أأتي إلى الكويت وأنا تخصصي الدقيق ما قبل التاريخ البريهيستوري، ما شاء الله. ومن ضمن أبحاثي قبل ما أأتي الكويت كانت عن الموقع الجميل والهائل والذي يعني باطن الأرض لم يكشف عن كل ما فيه ولم يفصح عن كل ما فيه، وهو موقع الصبية في شمال الكويت. الحقيقة قبل ما نتكلم عن الصبية فيها عدة مواقع أثرية، خلينا في تخصصي أنا في تخصصي أنا يعني في عدة مواقع تعود إلى عصور سحيقة، ولنا أو للكويتين أن يفخروا بهذه الحضارة والتاريخ الذي كان على أرض الكويت. يعني الحقيقة أننا حينما نتحدث عن الكويت الآن نتحدث فقط في إطار ما قبل النفط وبعد النفط، لا، هناك بعد آخر، بعد عصور تاريخية وآثار وجدت في مواقع كثيرة في الكويت تؤكد على، وهذا ليس مبالغة في كلامي، على الإنسان الكويتي القديم اللي عاش هنا من آلاف السنين والذي له حق في هذه الأرض وعاش عليها، وليس لأحد آخر حق في هذه الأرض. هذا هو البعد الذي يجب أن نتكلم فيه. يعني لما نيجي نتكلم عن الكويت وتاريخ الكويت وحدود الكويت لا نتكلم على 100 سنة ولا 120 سنة. دعونا نقول مثلا جزيرة فيلكة، هذه الجزيرة التي تعج بالمواقع الأثرية التي ترجع إلى ما نسميه العصر البرونزي والحضارة الشهيرة جدا في الخليج العربي، حضارة الدلمونية، وهذا الكم من المعابد والمنشآت والمساكن والأختام المنقوشة الدلمونية في هذه المنطقة، والتي دعت المؤرخين يقولون أن دلمون الذي قصدت في النصوص العراقية ليست البحرين بل هي الكويت الجزيرة، أو هي في الأصل الكويت ثم انتشرت إلى أماكن أخرى. أيضا فيلكة فيها بنستمر فيها عصور في العهد الهلينستي، وهذا المعبد الجميل في منطقة فيلكة، وبتستمر إلى العهد الساساني والعهد ما قبل الإسلام، وأيضا فيها أثار إسلامية. الصبية الحقيقة يعني نستطيع أن نقول أكبر موقع، وإحنا عندنا الدكتور سلطان دويش اللي ماسك المتحف الحالي، متحف الكويت الوطني والآثار، له باع في حفائره في هذه المنطقة، بتنتمي آثارها إلى من 550 ألف قبل ميلاد السيد المسيح عليه السلام، آسف من 5500 قبل ميلاد السيد المسيح إلى 3500، حضارة يطلق عليها حضارة العبيد في هذه المنطقة من آثار وفخار ملون، بل أيضا في الصبية كشف عن أقدم نموذج لمركب، نموذج لمركب، ده ارتباط هذه المنطقة بالخليج وبالعمل في الخليج. عندك مواقع أخرى زي تل السلابقات مثلا، تل السلابقات نستطيع أن نقول بيرجع لحوالي 4500 قبل الميلاد. الوفرة، منطقة الوفرة منطقة أثرية أيضا فيها موقع، في المينا هنا موقع عقاز القديم أيضا هناك أثار إسلامية. الحقيقة الكويت تعج بالآثار وبالمواقع الأثرية، وأنا أرى أن هناك اهتمام فعلا بهذه الآثار ونرجو المزيد. كلمة أخيرة دكتور. كلمة أخيرة يعني صباح الثقافة وصباح العلم وصباح الآثار وصباح الكويت الحضارة والتاريخ. الله يعطيك الصحة والعافية دكتور، استمتعنا في هذا الحوار الخاص بالتاريخ، طبعا تاريخ المصري وأيضا تاريخ العالمي أقدر أقول، وأيضا مرورك على الآثار. بالعكس، أنا أشكرك وأرسل أشكر هذا البرنامج الجميل وجميع العاملين وراء الكاميرا والمخرج، وسعيد جدا بهذا اللقاء. وإحنا كذلك كل الشكر والتقدير طبعا للدكتور دكتورنا أحمد سعيد إحنا رحنا الدكتور أحمد سعيد أستاذ التاريخ القديم بكلية الآداب بجامعة الكويت، ولا زلنا نتواصل معكم من خلال هذا البرنامج، حيث سيتم افتتاح مهرجان الكويت المسرحي الذي ينظمه المجلس الوطني للثقافة والفنون
والآداب لسنة 2015 من 1 ديسمبر إلى 11 ديسمبر، ويعقب كل عرض مسرحي ندوة تطبيقية بقاعة الندوات في مسرح الدسمة. سيتم عرض مسرحية العرس لفرقة المعهد العالي للفنون المسرحية يوم الأربعاء الموافق 2 ديسمبر الساعة 8 مساء على مسرح الدسمة. الخميس الموافق 3 من ديسمبر ستقام مسرحية عربة مليئة بالقطن لفرقة المسرح العربي الساعة 8 مساء على مسرح الدسمة، كما ستسبقها زيارة لمتحف الكويت والمكتبة الوطنية الساعة 10 صباحا. سيقام حفل افتتاح مهرجان الكويت المسرحية 16 والذي يمتد من 1 إلى 11 من ديسمبر 2015 على مسرح الدسمة يوم الثلاثاء الساعة 8 مساء. أعزائي المشاهدين، يا هلا ويا مرحبا فيكم، رجعنا لكم من جديد في برنامجكم صباح العربي. نرحب بضيفنا الكريم الكاتب صالح نغيمش الشمري ومؤلف كتاب قوة العقل الباطن ومدرب تنمية بشرية واستشاري أسري ورئيس نادي القادة التابع لمشروع الجليس. يعطيك العافية، طال عمرك. حياك الله، مرحبا، سعيدين بوجودك. يا مرحبا، نسعد، حياكم الله. بداية احنا يعني نتكلم عن الثقافة. نعم. وبرنامجنا ايضا يتكلم عن الثقافة. نبي نعرف مفهوم الثقافة من قبلك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدي خلق الله محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أستاذ، كتعريف للثقافة، الثقافة لها أكثر من 130 تعريف، لكن ما يهمنا هنا، ما يهمنا في هذا الكلام هو الثقافة الشخصية. أعتقد الثقافة الشخصية عبارة عن المعلومات المكتسبة من كل المصادر الخارجية والتي يتم تحويلها إلى سلوك ولا مبادئ ولا مبادئ يطبقها الشخص على نفسه أو حتى مع الناس الآخرين. هذا كمفهوم أو تعبير بسيط جدا لمفهوم الثقافة. الثقافة مثل ما قلت لك لها أكثر من 130 تعريف، يعني ما نستطيع نبسط التعريف كله، لكن هذا أبسط يعني تعريف للثقافة. نعم، هناك البعض يعتقد يعني إن إذا وصل إلى مثلا مراكز متقدمة ب الشهادات، يعني مثلا تخصص معين، طبيب، مهندس، ايا كان. نعم. ووصل الى درجة مثلا بروفيسور في هذا. نعم. الموضوع، هل يعتبر مثقف؟ يعني مثلا طبعا التخصص في مجاله وليس يعني في مجالات اخرى. نعم، ما يعني ما اتوقع انه الشهاده لها دور في عالم الثقافه. ناس واجد احنا نعرفهم حتى بدون شهادات علمية ما شاء الله مثقفين، أحمد ديدات، مالكوم إكس، توماس إدوسون، ناس واصلين مراحل كبيرة جدا بدون شهادات، بدون أي شيء آخر. ما أعتقد أنه الشهادة يعني لها أي دور في عالم الثقافة. طيب، يعني ممكن الإنسان يكون مثقف لكن مو بالضروري أنه يكون يعني عنده شهادة عليا. نعم نعم، هذا المفهوم. نعم. بالتحديد. بالضبط. طيب، هل القراءة تعتبر باب من أبواب الثقافة؟ نعم، هي مثل ما شاهدنا احنا في القرآن الكريم، أول أمر الله عز وجل أنزل النبي عليه الصلاة والسلام كلمة اقرأ، ولاحظ أن كلمة اقرأ نزلت بصيغة الأمر، أن الله عز وجل يؤمر هذه الأمة ويأمر النبي عليه الصلاة والسلام في اقرأ، فأعتقد أنها مثل ما قلت. طيب أستاذ الكريم، هناك من يقول أن هناك قادة للقراءة. نعم، فمن هم قادة القراءة؟ شوف، أتكلم على مستوى محلي في الكويت. عندنا في عام 2008 بدأ عندنا مشروع اسمه مشروع الجليس. في عام 2008 بدأ من 4 أشخاص، الآن هذا المشروع صار له يمكن 5-6 سنوات. شاهدنا يعني أثار هذا مشروع اسمه مشروع الجليس اسمه. بس لو تدش على انستغرام وتويتر تكتب الجليس. نعم. يطلع لك تفاصيل كاملة عن هذا المشروع. هذا المشروع بدأ في عام 2008،
تقريبا بدا في 4 أشخاص، الان عندنا اكثر من 40 نادي، الحين عندنا اكثر من 350 شخص موجود في الجليس خلال 10 سنوات قادمه. اعتقد انه مثل هذا المشروع قادر على انه يصنع مثلا مثل ما قلت انت يعني قاده للقراءه، لان القائد هو الشخص اللي يقدر انه مثلا ياثر على ناس اخرين، ياثر على مجموعات ثانيه ويصنع معاه قراء. اعتقد انه هذول هم كمحليين يعني كمثال، اعتقد انه مشروع الجليس يمثلون هذا الشيء. مشروع الجليس هذا قلت لي من متى بدا؟ بدا في عام 2008، بدا ب4 أشخاص تقريبا. 2008 إيه، نعم. كل سنه، السنه هذه ايضا لهم كل سنه ياخذون بوث في ارض المعارض، كانوا موجودين في ارض المعارض. السنه هذه بدا في 2008 مثل ما قلت لك 4 أشخاص، الان ما شاء الله واصل اكثر من 450 نعم. شخص، اكثر من 40 نادي موجود باستمرار. خلال 10 سنوات قادمه ان شاء الله في يعني تزايد هذا الرقم ان شاء الله. طيب شنو الفكره القائمه، يعني فكرته قائمه على شنو بالضبط؟ الجليس عباره عن الجليس، احنا نتكلم عن الجليس. نعم. وايضا موضوعنا القراءه. نعم. شنو اللي ممكن يضيف لي انا اذا كنت يعني احب اني انا اكون عضو ايضا في هذا؟ نعم. الجليس عباره عن يعني انا مثلا رئيس في نادي، عندي مجموعه مثلا 10 اشخاص موجودين معي، كل 3 أسابيع نجتمع مره. اعتقد انه يضيف لك اشياء كثيره، يعني احنا قاعد نجتمع كل 3-4 أسابيع، قاعد نقعد مع ناس، قاعد ناخذ افكارهم، قاعد ناخذ قيم، قاعد ناخذ مثلا نستضيف كتاب، قاعد يعني في فجوه بين الكاتب وبين الشخص القارئ، قربنا الأشياء هذه كلها، يعني هذه كلها إيجابيات موجودة داخل النادي حتى يرفعون من المستوى الثقافي عندك، مثل ما تعرف المقولة تقول أمة لا تقرأ أمة لا ترقى. فعلا أعتقد أنه القراءة هذه ترفع من المستوى الثقافي، ترفع من المستوى التعليمي عند أي شخص. طيب القراءة، من احنا قاعد نتكلم عن القراءة، هل في مثلا كتب معينة تنصح فيها الناس مثلا أنهم يقبلون عليها ولا أي شيء؟ والله الحين في إقبال على الكتب العامية، روايات البسيطة جدا، لكن هذا ما يدل على أنه مثلاً في عندنا يعني مثلاً قراءات زينة وكذا. أغلب الناس قاعد توجه للأشياء السلبية الهابطة كذا. الكتب بشتى أنواعها، كتب جميلة جداً، لكن أشوف أن الناس مؤخراً، أو أنا يعني صار لي 8 سنوات في أرض المعارض، قاعد أشوف ألامس الناس أنهم قاعد توجهون للأشياء الهابطة، للأشياء اللي ما تحس أنه قاعد تفيدك ثقافياً، ما تفيدك علمياً. أنت رايح تبتزود من العلم، تبتزود من الثقافة، ترفع من مستواك الثقافي. للأسف أكثر الناس قاعد يتوجهون للكتب السلبية، وهذه ملاحظة على نوعية الجمهور الموجود حاليا، أنه مو قاعد يستفيد من قيمة الكتاب. الكتاب يعني في أشياء أسمى وفي أشياء أفضل أن نستفيد منها ونتزود منها ونرفع حتى من كل المستويات العلمية والثقافية، لكن للأسف الناس قاعد توجه الحين للأشياء السلبية اللي ما حس أنها قاعد ترفع من المستوى. طيب أستاذ صالح، شو اللي تنصح فيه مثلا؟ يعني أنا إنسان أبي أقرأ وأبي أتثقف، يعني افضل الكتب اللي ممكن فعلا تحقق لي هذا الهدف؟ نعم. هذه استاذي تجي من خلال التجربه، يعني احنا انا بالبدايه صار لي مثلا 10 سنوات قاعد اقرا كتب، في البدايه قريت كل شيء السلبي والايجابي، لكن بعد فتره معينه مع يعني مع الايام كثره القراءه والتجربه وكذا، بعد راح يعني تعرف شنو الاشياء الزين. انا حاليا متوجه او يعني احب اتوجه للعلم النفس، ومتوجه لكتب علم النفس وكذا. مثل ما قلت لك صعب اني اوجهك، لان ما ادري انت بالضبط يعني شنو المجال اللي انت متخصص فيه، لكن بشكل عام مع تجربة أعتقد أنك راح توصل للشيء اللي أنت يعني من خلال التجربة، من خلال القراءات الكثيرة راح أنا أعرف أني أنا إيش أفضل بالضبط يعني. نعم نعم، هي ممارسة، يعني أي شيء تتقنه لازم تمارسه. أعتقد أن القراءة بعد داشة في هذا المجال. فعلا فعلا. طبعا لازلنا في الثقافة وفي القراءة، هناك رأي يقول أن يعني صار في فرق ما بين الحداثة والأصالة. نعم. يعني شنو الفرق فيها في هذا الأمر في الثقافة؟ يعني هل الثقافة لها عصر معين أو تختلف من عصر إلى عصر؟ شوف، الثقافة قبل كانت لها معطيات معينة، الحين صارت لها معطيات ثانية. في السابق كان الكل يبحث عن العلم، الكل كان يبحث عن الثقافة، الكل كان يبحث عن رفع المستوى. الحين قاعد أشوف أن قوانين لعبة الثقافة أو معطيات الثقافة تبدلت عن السابق. أكثر دور النشر حاليا يعني متوجهة للجانب المادي أكثر من جانب تزويد العلم وكذا. شوف الجانب المادي من أي ناحية أستاذ؟ يعني قام يطبعون كل شيء، يعني حتى مثلا بدون ذكر أسماء، يعني في روايات أرض المعارض، هذه أرض المعارض السنة طافت كانت عبارة عن كتب عامية، يعني تكتب باللغة العامية، الكل قاعد يقرأها. في ناس يقولوا لك ادعم الشباب وادعم كذا، لكن مو بهالمستوى هذا. يعني قاعد أشوف أنه كتب كثيرة جميلة جدا منعت أنها تدش الكويت، في كتب ما فيها شيء أصلا، وبالمقابل شفنا كتب كمستوى هابط جدا موجودة عندنا. دور النشر ما عادت نفس قبل، يعني تبحث عن الثقافة أو ودنا تزود الناس في العلم، بدأت توجه للأشياء اللي ما تحس أنه قاعد يعطيك يعني علم، ما تعطيك أي شيء يعني.
هذا طبعا فرق عن السابق. نعم. السابق كان فيه اهتمام اكثر. نعم بالسابق كان يهتمون لعقولنا اكثر، الحين ما مو موجود هذا الشيء، مو موجود. يعني تعتقد السبب شنو بالضبط؟ دور النشر اعتقد ان لها دور كبير، هي سبب رئيسي في هذا الشيء. يعني دور النشر مثل ما يقولون قامت تتبع اللي يمشي في السوق. نعم يعني لا 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 ما تحس انه فيه رقابه، ما تحس انه انا مثلا كدار نشر كنت رحت اطبع كتاب يمر على المنتج ويمر على الموعد ويمر حتى على مدقق اللغه العربيه وكذا. الكتب اللي قاعد نشوفها ما اعتقد انها تدش فيها المراحل هذه كلها، حتى شفنا اخطاء يعني ساذجه حتى بالكلمات. اللي عارفه طبعا استاذ الكريم ان الكتاب يمكن انت كاتب، فبالتالي اذا تبي تجيز كتاب يمر فيه عده خطوات. نعم. ضمنها ان نعم. ان يعني يجاز لغويا ويجاز ايضا موضوع. صح. يعني من كل شيء. يعني شو اللي اختلف؟ هل نظره ايضا الرقيب اختلفت عن الماضي؟ لا، شوف مثل ما قلت لك الفكر التجاري طغى اكثر على الثقافه. يعني كتب عاميه كانت تكتب ما تمر على المراحل اللي انت تفضل فيها وقلتها على الاطلاق، مجرد انه الشخص هذا عرفه وناس في ارض المعارض عارف كذا وكذا قاعد يطوفون كتب. ما اعتقد انه يعني لما اقراها وكذا، انا يعني صار لي اكثر من 15 16 سنه قاعد اقرا بالكتب هذه، الكتب يعني حقت يعني لا يعني ما تشفير ما نقدر. طيب استاذ الكريم، يعني ما تعتقد ان هذا بالعكس يمكن شيء صحي؟ ليش؟ صار في تنوع يعني بالثقافات. انت عارف الان احنا يمكن وصلنا الى عصر الايباد والكمبيوتر، يعني ما شاء الله تطور حدث ولا حرج بالنسبه للتكنولوجيا، فبالتالي صار في عندنا الكثير من المواضيع. اول ما كانت عندنا هذه الوسائل. نعم. وسائل التواصل اللي موجوده الان، فبالتالي ما كان في هذيك النظره الشموليه للموضوع. شوف صار يعني 8 سنوات انا في ارض المعارض موجود، السنه اللي طافت كان ما شاء الله عدد كبير جدا موجود، لكن في ملاحظة على الجمهور قاعد يحضر، أشوف أن أعمارهم ولا قصور في الكل يعني، لكن قاعد أشوف أن أعمارهم من 20 سنة وتحت، وملاحظ أن أكثر الناس الموجودين. هذا شيء جيد. أي يعني أنت لما أنا 20 سنة وتحت بجيك معناها في إقبال من يعني الشباب المستقبل. 20 سنة وتحت و90% من الجمهور الموجود بنات. أنا أشوف أنه الفكرة يعني توجهت إلى أنه وجود الانستغرام وجود تويتر وجود كذا، اشوف ان الناس يميلون اكثر للموضه اكثر من اي شيء ثاني. يعني هبه انستغرام وانزل انا صورت مع كاتب فلاني، وصلت مرحله في كتاب يتصلون علي يقول متى توقيع كاتب فلاني، اقول ليش؟ يقول والله عشان بس بروح اصور معاه وارد البيت مره ثانيه انزل بالانستغرام. طيب يصورون وياه، هل يتابعون الكتب اللي الفها ولا ما في قراءه بس مجرد للتصوير؟ يعني لا، مجرد تصوير، ما اعتقد انه قراءه، لان القراءه واضحه جدا، الناس اللي تقرا القراءة موجودة عبر يعني سنوات كثيرة جدا. ليش في هذا أرض المعارض نفسه السنين هذا؟ ترى يعني لما تشوف الحضور الموجود بالأرض المعارض ترى بسيط جدا. السنة طافت كان حضور يعني ما شاء الله كان كبير جدا. أعتقد أنه ما أنا ما ودي أقول الكلمة هذه، لكن للأسف الشعب الكويتي أو الناس تميل للموضة أكثر من القراءة نفسها، ما ودي أن القراءة تدش في جانب الموضة أكثر يعني. طيب ما أنك أنت قاعد تنتقد هذا الأمر، أكيد ولاحظت هذا الموضوع، أنت كونك كاتب شلون أنا أشجع الناس، شجع الشباب مثلا انهم يا شباب اهتموا في القراءه اكثر، لان هذا بالاخير راح ينعكس على ثقافتكم، راح ينعكس على حتى على تحصيلكم العلمي. التشجيع والتحفيز وكذا، اعتقد انه لازم في نشاطات اكثر، لازم في فعاليات عندنا بالكويت اكثر، هذا الشيء مو موجود ولا يساعد الشباب. صدقني الشباب الكويتي، انا ما اتكلم يعني في جزء منهم موجود يحتاج بس شراره او يحتاج بدايه انطلاقه بس وينطلق من خلاله. احنا كعمل تطوعي بالقراءة مع الجليس وانا كرئيس نادي وكذا نحفز ونشجع، لكن ما قاعد يجينا النتيجة اللي احنا نبحث عنها. يعني ممكن انه خلال سنة تجي مثلا 100 واحد، لكن اذا صارت في فعاليات اكثر، في انشطة اكثر، الدولة قامت على شيء، هذا ممكن انها تجيب اكثر من 100. يعني كمسألة وقت، يعني لو في فعاليات او انشطة ممكن تحفز اكثر وتشجع اكثر، لكن للاسف هذا مو موجود عندنا في الكويت. لذلك لا، احنا ما نقول للاسف، بالعكس هذا شيء يمكن جيد، بما انه مو موجود او بما انه يعني ضعيف، انتم كمتطوعين وكشباب كويتي قاعد تقومون بهذا الدور، هذا شيء جيد يعني شيء ممتاز. يعني انت قاعد تمثل ايضا او مرآة للشباب الكويتي. يمكن قبل شوي انت انتقدت البعض، لكن ايضا هناك جانب جدا ايجابي، انتم يعني ما شاء الله قاعد تقومون بدور جدا كبير، قاعد يعني حتى الاقبال اذا كان ضعيف بالبدايه وياكم، لكن مع الوقت ان شاء الله واصراركم اكيد طبيعي راح تحققون المعجزات في هذا الامر. انا اتحدث عن التاثير. التاثير يعني التاثير والوقت. يعني احنا قاعد نشتغل، عندنا مثلا عدد معين بنحققه خلال مثلا 5 شهور 6 شهور، ممكن اذا صارت في عندنا فعاليات، ممكن اذا صارت كذا، ممكن ال5 شهور هذه يصير شهر،
ممكن بدل لا يجينا بالخمس شهور 50 شخص يجينا بخمس شهور مثلا 500 شخص. نعم. انا اتكلم عن التاثير. نعم. اوكي احنا قاعد نشتغل وكذا اكيد انتم طموحكم كبير. انا عارف هالشيء هذا, انتم طموحكم اكبر من ذلك. لكن بما ان في اقبال حتى لو كان قلت لك ضعيف معناها ان شاء الله في بذره. نعم. في بذره فيه. خير. نعم. موجوده. نعم. بالتالي انتم قاعد تقومون بتنميه هذه. صحيح. البذره. نعم. ناهيك عن ان ممكن في ناس موجودين ايضا ويهتمون بالقراءه وعندهم هذه الثقافه لكن ما في الناس يوجهونهم عليك نور. لكن ما في تواصل ما بينكم. احنا مو بس فاحنا ما نبي يعني انا يمكن من خلال ملاحظتي هذه ابيك ايضا تكون متفائل يعني انا قاعد اشوفك شويه ها عندك نوع من ما اقول تشاؤم لكن تبي الافضل. نعم. وهذا شيء جيد يعني. نعم احنا انا 12 سنه موجود في نفس الساحه هذه مو قاعد اشوف نفس يعني ما في نفس الاقبال اللي انا قلت لك عنه مس. اوكي في نتيجه عندنا. نعم. لكن احنا قاعد نحصل نتيجه 3-4% يعني انا حزين. صحيح. جدا على مجتمع مثل مجتمع الكويت مجتمع هذا واجبك مثقف وكذا. نعم. لكن يحتاج توجيه. نسبه القراء عندنا قبل في احصائيه 2011 احد الجرائد الكويتيه نزلت 3% هذا شيء سلبي. نعم. هذا الشيء احنا ما ودنا ب 3% نبي اكثر من 3% لذلك انا حزين كمجتمع الكويتي والله العظيم مش او شباب الكويتي وكذا مجتمع ثقافي يعني. نعم. مجتمع عندهم بس يحتاجون فقط توجيه او يحتاجون بدايه فقط. طيب هناك سؤال جدا مهم الثقافه العربيه هناك من يتهم الثقافه العربيه انها لا تستوعب الثقافات الاخرى هل هذا شيء صحيح؟ لا مو صحيح على الاطلاق. يعني عندنا مثلا لو ناخذ مناهجنا على سبيل المثال في عندنا فلسفه موجودة عندنا قاعد تدرس في مناهجنا أيضا لو أقول لك كلمة على طول أنت تعرفها كلمة ديكارت أنا أفكر إذا أنا موجود أعتقد أن الثقافة هذه داشة معنا زيد. نعم. على هذه أنه الثقافة العربية الإسلامية والإسلامية العربية الثقافية التقنيك عن أي شيء ثاني لو فرضنا جدا أنه مو قاعد ناخذ الثقافات الأخرى وكذا خلنا نفرض جدا أنه هذا شيء موجود أعتقد أن الثقافة العربية الإسلامية والثقافة الإسلامية العربية موجودة عندنا وتكفي بشيء هذا. مثال على هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه بعث لكي أتمم مكارم الأخلاق. الأخلاق كانت موجودة لكن النبي صلى الله عليه وسلم بعث لكي أتمم الأكثر والأقل فأعتقد أنها كانت موجودة بس أنه ما ترفض الشيء هذا ثاني لأن أصلا عندنا ثقافة إحنا موجودة الثقافة فعلا. الإسلامية العربية والعربية الإسلامية فعلا فعلا. أستاذي العزيز صالح نغيمش الشمري كلمة أخيرة. مشكورين على هذه الاستضافة يعطيكم العافية وأنا سعيد جدا أنكم تعطون فرصة حتى نفتح مجال القراءة أكثر وأكثر وأتمنى أنه مثل ما قلت بساعة النظرة اللي عندنا إن شاء الله أنها تتغير وإن شاء الله يجينا أكثر مجتمع وعي. إن شاء الله إن شاء الله نتمنى هالشيء لأن بالأخير مثل ما قلت لك راح ينعكس على على الكويت وهذا شيء الكل يبي وكل يتمنى. شكرا شكرا أستاذ العزيز. مشكور يا أستاذ. مشاهدينا الكرام نبقى مع هذا التقرير للسيد إسحاق الجوهر من إدارة المخطوطات والحديث عن الخطط الاستراتيجية لجمع المخطوطات. احنا طبعا تكلمنا بداية في الحلقة السابقة عن تأسيس الإدارة. طبعا الإدارة تهتم في جمع المخطوطات من أهم المشاريع اللي إدارة تحرص عليها وطبعا هي من ضمن خطط الاستراتيجية في وزارة الأوقاف اللي هي جمع مليون مخطوط. وطبعا الحمد لله احنا جمعنا تقريبا 170 ألف مخطوط أو أكثر شوية خلال العشر سنوات اللي فاتت. طبعا الجمع المخطوطات لا طرق فمن طرق هاي لجمع المخطوطات عندنا الشراء والإدارة طبعا حرصت على شراء هذه المخطوطات من مؤسسات سواء داخل الكويت أو خارج الكويت. فطبعا المؤسسة المراقبة سافرت أو أخذت راحت مهمات رسمية في إلى تركيا إلى المغرب إلى الجزائر إلى السعودية إلى دولة الإمارات إلى دول شرق آسيا مثل طاجكستان مثل الهند والحمد لله جمعنا كمية كبيرة من المخطوطات اللي فادت الباحثين والمستفيدين والحمد لله عندنا مستفيدين كثر من كل أنحاء العالم. ليش؟ لأن طبعا احنا طبعا عندنا كمية كبيرة من المخطوطات. أيضا عندنا من طرق التزويد اللي هو الإهداء
والحمد لله مثل ما قلنا اللي هو بداية كانت أول مجموعة من ورثة الشيخ عبد الله خلف الدحيان. وطبعا أتانا بعض المؤسسات وأتتنا اللي هي بعض العوائل الحمد لله وأهدتنا مثل العدساني، أهدونا كثير من المخطوطات، الفارس أهدونا بعض المخطوطات، طبعا من خارج الكويت في مؤسسات أهدتنا مخطوطات كثيرة الحمد لله، وطبعا في أيضا تجار داخل الكويت قاموا ببيعنا مخطوطات كثيرة. فطبعا طرق التزويد إما من التجار إما من العوائل الكويتية الله يحفظهم أو من خارج الكويت من مؤسسات علمية كثيرة سواء في الوطن العربي أو خارج الوطن العربي. هذا اللي حبينا نبينه لكم في هذه الحلقة، ونشوفكم على خير إن شاء الله في وقت آخر. تحية مجددة من خلال برنامجكم برنامج صباح العربي بيت ديكسون، أحد أهم المباني التراثية في الكويت، فبناؤه المعماري يتسم بالتفرد حيث تتوحد عدة طرز معمارية في مبنى واحد. يرجع تاريخ إنشاء بيت ديكسون إلى بداية القرن 19 بعد الاتفاقية التاريخية التي تمت بين حاكم دولة الكويت شيخ مبارك الكبير وبريطانيا سنة 1899. نتابع هذا التقرير. في عام 1880 بنى التاجر الكويتي المعروف محمد العصفور منزل كبير المساحة كسكن خاص، وكان يقع في الحي الشرقي أمام البحر مباشرة. فعندما وصل إلى الكويت في عام 1904 أول قنصل بريطاني معتمد وهو السيد جينوكس لتنفيذ اتفاقية المعاهدة البريطانية الكويتية، تنفيذ لبنود اتفاقية المعاهدة البريطانية الكويتية الموقعة عام 1899، بحث القنصل الجديد عن مكان مناسب لمزاولة عمله فلم يجد سوى بيت التاجر محمد العصفور لكبر حجمه ومساحته، إضافة إلى كونه قريبا من قصر السيف مقر حكم الشيخ مبارك الصباح، فاشترى كمقر للقنصلية البريطانية التي عرفت في الكويت فيما بعد اسم دار الاعتماد البريطاني. واستخدم جزء من المبنى في بداية افتتاح القنصلية كمكتب للبريد، وكان بمثابة أول مكتب بريد في الكويت. تم نقل المكتب في عام 1916 إلى مكان قريب خارج القنصلية في الموقع المعروف في فريج بن خميس. وفي عام 1929 تولى القنصل البريطاني المعتمد ديكسون عمله في الكويت، وعرف واشتهر بين القناصل البريطانيين بحبه العميق للكويت أهلها. وفي عام 1937 تم بناء مبنى جديد للقنصلية البريطانية، إلا أن عمل ديكسون قد انتهى في الكويت لإحالته إلى التقاعد
بعد سنة من الانتقال إلى المبنى الجديد، ويقع حاليا داخل سور السفارة البريطانية. وعلى أثر ذلك فضل البقاء في الكويت دون العودة إلى مسقط رأسه بريطانيا، ومنحته الحكومة البريطانية المقر القديم كسكن خاص. باقي فقرات برنامجكم صباح العربي، ومع تقرير لزينب القلاف المهن النسائية قديما، نشوفه ورد مرة ثانية. يسعد لي صباحكم أعزائي المشاهدين، واليوم راح نتكلم عن الحرف والمهن اللي قامت فيها أمهاتنا في السابق، وكانت من هذه المهن اللي قامت فيها أمهاتنا ومارستها عدة مهام، وهي عندنا الحوافة، الداية، وغيرها من الأعمال اللي قامت فيها. كانت الأم الكويتية اللي يسافر ريلها أو الأب الكويتي يسافر مثل ما قلنا في القوس، كان ياخذ 6 أشهر أو سنة بالكامل، كما كان يعني مثل ما نقول المصرف اللي كان يعطيها إنه يوفي هذا الشهر أو الشهرين أو 6 أشهر ولا السنة اللي كان يغيب عن هذا البيت. كانت الأم الكويتية هي من كانت تساعد أو تمول البيت في المصرف، كانت من كانت تشتغل، كانت من كانت تخيط، اللي كانت تكون مثلا تخيط الملابس حق مثلا الجيران وتبيعهم عليهم، وكذلك من كانت تخيط الفتايل مثل ما ننسى الفتايل اللي كان ياخذونها القلاليف في صناعة السفن. كذلك عندنا الداية، وكانت عندنا الحوافة، وهذه من الأعمال اللي قامت فيها أمهاتنا الكويتيات. وكانت الداية هي اللي كانت تربي أبناء الناس مثلا اللي يكونون أغنياء أو الشيوخ. كذلك الحوافة اللي كانت تساعد البنات اللي يكونون على وجه زواج في التعاونهم في شراء ولا شنو ينقصهم في يعني مثلا الاحتياجات أو الأقراض العرس. هذه الأعمال كانت تقومها أمهاتنا في السابق، كانت أعمال لله الحمد قطت وساعدت وتعاونت في إنها تكون أعمال إنها تغطي في مساعدة تربية أطفال ذاك الوقت. كذلك هذه الأعمال اللي قامت فيها أمهاتنا كانت أعمال شاقة ومتعبة جدا. ليش؟ لأنها كانت دائما أعمال يدوية وحركية، مو نفس الحين الأعمال مثل ما نقول بعض اللي نشوفهم في الأماكن الوزارات والأماكن الخاصة اللي تكون قاعدة على كرسي وعلى طاولة مثلا، ما كان يحس في التعب اللي كانت أمهاتنا تعاني مثل يعني تاخذ هالقريضات عقب ما تخلصهم، والقحافي عقب ما تحيكهم تطير فيهم أو تروح فيهم السوق الحريم لبيعهم، وكذلك كذلك غير انها تشتري المواد عشان تشتري تسنحهم مرة ثانية او ان تخيط ولا انها تسوي او ان في بعض منهم في يطبخون في البيت ويبيعون الدرابيب. طبعا اعزائي المشاهدين مثل ما ذكرنا المهام، والمهام وايدة، واحنا حاول انها نختصرها لكم، ولكن مثل ما شفنا امهاتنا بالسابق تعبوا واجتهدوا، ونتمنى ان شاء الله يعني احنا يعني قلتهم نكون لهم عون في هذا التعب اللي يتعبوه، واحنا ما ننسى فضل جميع امهاتنا بالسابق. واعزائي المشاهدين وصلت معاكم نهايه هذه الحلقه، وان شاء الله لكم لنا موضوع اخر في حلقه ثانيه. راح فيكم مرة ثانية من خلال برنامجكم برنامج صباح العربي. محمد، اليوم يمكن بدينا في مقولة هنري فورد اللي هو مؤسس شركة فورد اللي يتكلم فيها عن العوائق، ونختم بمقولة جدا جميلة بس تحتاج يمكن تفكير عميق.
خاص بكلام هنري فورد. هنري فورد يقول الكلام هذا مهم جدا للأمانة، يقول إن اعتقدت أنك تستطيع فسوف تستطيع، وإذا اعتقدت بأنك لن تستطيع فلن تستطيع. لو أنت تأمل العبارتين الجملتين لن تستطيع وتستطيع، هذه حياتنا فعلا باختصار. فعلا ونتمنى أيضا أن الكل يستطيع، ولا تحطون قدامكم معوقات، أو للأسف إحنا يعني ساعات نستشير بعض الناس يمكن ما يكونون بالخبرة الكافية، لكن يحطون قدامنا أبو المطبات مو مطب عواض نحط لك عواض إيه زي معود من صدق زي. فبالتالي نتمنى، وهذه دعوة أيضا من خلالي ومن خلال زميلي عيد، أن يعني تحط قدامك هدف وتشتغل على هذا الهدف بالوسائل المتاحة وحسب إمكانياتك. لا تكون إمكانياتك يعني تحاول أنك أنت يعني تحقق هدفك من خلال إمكانيات كبيرة أكبر من الإمكانيات اللي موجودة عندك، هذا أهم شيء. لا ودائما خلك تتوكل على الله سبحانه وتعالى، ونعم بالله نعم، حتى تنجز هذا العمل الإنجاز الصحيح. وبهذا نكون قد وصلنا معاكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم برنامج صباح العربي. في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله استمتعتوا ويانا اليوم في فقرات برنامجكم صباح العربي. نشوفكم باكر ومع السلامة.